بغداد تنتظر الأحداث المقبلات من أفعال الكتل الخاسرات. لن تتغير نتائج الانتخابات، للمصادقة عليها سائرة بثبات. بانتظار إشارة الصدريين، الإطار التنسيقي يجهز المفاوضين للحصول على جزء من كعكة الفائزين. إنها أفعال الخاسرين. ينهي الخلاف هذا، يحاول يوازن بيناتها، يحاول يتفادى الأخطاء السابقة. البغداديون يجددون الأمنيات، نريد رئيسا للحكومة عراقي المواصفات يعيد للبلاد ألقى الحضارات بعيدا عن التوافق والمحاصصات. سنجار تشكو فعل الأشرار، العمال الكردستاني يتعنت وبإصرار لتدمير الأمن والإنسان والدار، من ينقذ مدينة الأحرار؟